بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، نظمت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة الندوة الثقافية رقم 38 بحضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. مشاهدينا الكرام، تفاصيل كثيرة عن فعاليات الندوة في حلقتنا النهاردة من درع الوطن. القائد الأعلى للقوات المسلحة. مجلس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، صباح الخير فضيلتك وكل سنة. أهلا ومرحبا وكل عام وأنتم بخير ومصر بخير. فضيلة الإمام، يعني 50 سنة على انتصارات أكتوبر، الحرب، العزة والكرامة، النهاردة تقول إيه لشبابنا وأهل مصر كلهم؟ أقول لهم تملي ربنا يجعل رأسكم مرفوعة والنصر مستديم، ويا رب عمركم ما تروا هزيمة، كانت الهزيمة ثقيلة ومتعبة، لكن 73 جت مسحت الجراح، داوت التعب النفسي، عالجت النفوس. فرق كبير جدا، بالرغم أن الحالة الاقتصادية سنة 73 لم تكن على ما يرام، وكان لا يعلو صوت فوق صوت المعركة، وكان في إيمان، في إيمان ست فضلت الإمام، في إيمان، لكن النصر جاب الطمأنينة والعزة اللي رافعين رأسنا بيها لغاية دلوقتي. شاهدنا، أنا كنت شاب فاتي سنة 73، خريج الجامعة، حسيتك حضرت وشاهدت المعركة. حضرت وشاهدت باللحظات، كنا بنتابع على مستوى اللحظة. كان شعور جميل، شعور النصر، شعور الترتيب والإنجاز والدقة التي قامت بها القوات المسلحة. بعض الشباب يمكن يقول لك الله ده يعني نصر ومعركة وكذا إلى آخره. زي بقى نستدعي روح أكتوبر فضيلة الإمام لشبابنا، إن إحنا نعيد ونزيد في القصة. القصة كانت أكبر من معركة، بل كانت وجود، دفاع عن وجود، إما أن نكون أو لا نكون. الحمد لله رب العالمين استطعنا أن نكون، وما فعلناه غير موازين القوى في العالم، ما فعلناه غير الدرس العسكري في الكليات. الشباب يمكن ما يستوعبش كم ما حدث من إجراءات، وما حدث من ترتيب، وما حدث من علم في وقت شبه إعجازي، مش قياسي، ده شبه إعجازي. والحمد لله رب العالمين تم كل هذا وانتصرنا انتصرنا انتصرنا. وكان تملي نحتف بال 23 ديسمبر عين النصر، لأن انتصرنا في 56 فيه، لكن حولناه إلى 6 أكتوبر علشان نفتخر، وعلشان أولادنا وأحفادنا يفتخروا بهذا العمل الرائع. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. النهاردة يعني رسالة، والأسر الشهداء وقواتنا المسلحة تقول لهم إيه النهاردة فضيلة الإمام؟ الشهيد أبوه وأمه من أهل الجنة، هو خلاص سبقنا إلى الجنة. وفي بعض المذاهب يقول لك ما تصليش عليه، ده هو اللي يصلي علينا، ما تطلبلوش الرحمه. مكانه كبيره، مكانه كبيره، مكانه كبيره جدا ومرتبه عاليه. ولذلك يعني لكل ام شهيد، سواء كان في 73 او فيما بعد 73 من بناء البلد، الشهداء. انا بقول للناس اذا اردت ان تنظر الى اهل الجنه انظر الى ام الشهيد، انظر الى ابي الشهيد. بعض الناس يقول لك ده مقصر ولا كذا، ابدا، ده من اهل الجنه، لان الشهيد اجره عند الله عظيم ووضعه عند الناس عظيم. اشكرك فضيله الامام وكل سنه. كل سنه وانتم طيبين ومصر طيبه، وكل عام نحتفل بهذا النصر، لانه ليس نصرا في معركه، بل هو نصر
دكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، أهلا بيك فضيلتك وكل سنة وأنت طيب. أهلا بسعادتك وكل عام وحضراتكم بخير. دكتور سلامة، وإحنا بنحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، 50 سنة على انتصارات أكتوبر المجيدة النهاردة، كلمة توجهها لشباب مصر تقول لهم إيه النهاردة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرى انتصارات أكتوبر ومرور 50 عام على هذا الانتصار تعيد دائما إلى الشعب المصري هذه الذكرى الطيبة، ذكرى التي حولت شعب مصر من الانكسار إلى الانتصار، ومن الهزيمة إلى النصر، ومن الذلة إلى العز، فهي ذكرى عزيزة على كل مصري، بل ذكرى عزيزة على كل عربي وعلى كل مسلم، لأنها أعادت للأمة كلها العزة والكرامة. دكتور سلامة، هل في ندوات تثقيفية توعوية لشباب الأزهر عن انتصارات أكتوبر وعن اللي حصل في حرب أكتوبر؟ بالنسبة لجامعة الأزهر، الجامعة دائما في هذه المناسبة تعقد مؤتمرات كثيرة واحتفاليات كثيرة، سواء على مستوى إدارة الجامعة أو على مستوى الكليات في جميع الفروع. جامعة الأزهر الآن 90 كلية، وآخر كلية تم افتتاحها في الوادي الجديد في الخارجة، محافظة الوادي الجديد، لخدمة أهالينا في شبيت يا فندم، كلية البنات الأزهرية، وهي تبدأ بأقسام ثلاثة، وهي كلية مهمة جدا. المهم أن حرب أكتوبر نستلهم منها دائما العزة والنصر، ونستلهم منها دائما أن هذا الشعب قوي على التغيير، قادر على التغيير، وأنه قادر على أن يحقق الانتصارات في كل مجال، وأن هذا ليس بغريب على هذا الشعب. نعم، قد تمر به ظروف صعبة، ولكنه قادر على تفاديها، قادر على أن يحول الأمور للأفضل دائما. سلام، النهاردة كلمة توجهها لأسر الشهداء وأبطال حرب أكتوبر تقول لهم إيه النهاردة؟ أقول لهم ما قاله الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء شهداء عند الله، أحياء عند الله، يرزقون عند الله، ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن ولإعلاء هذه الكلمة، ماتوا وهم في حرب أكتوبر كانوا صائمين. يعني حضرتك تتذكر أن حرب العظيم كانت في العاشر من رمضان، فكانوا صائمين وصمموا أن يخوضوا هذه الحرب وهم صائمون، فلا شك أن هذه يعني هم إن شاء الله عند ربهم شهداء، والدولة تعتني بهم وتعطيهم كل التقدير وكل التكريم، لأنهم هم الذين حققوا هذا الانتصار. شكرا فضيلة الدكتور سلامة وكل سنة وانت طيب. شكرا جزيلا لسعادتك. شكرا شكرا شكرا. قسما بالله اللي حيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. طول ما انا عايش على وش الارض وبتنفس وفي قلبي النبض، لا يمكن شمسك يوم هتغيب. وجعك يا حبيبتي بيوجعني، والدنيا بحالها بتسمعني، انا منك طول الوقت قريب. مش عايزك تقلقي ابدا طول ما انا فيا الروح، ومعاكي هروح اخر المشوار، وفي وسط العتمة ووسط الضلمة انا باب مفتوح، وزواج وقت الضعف كلك ضهر وحيطة وسدي صد الخوف. مش هقبل اشوف عيونك دمع، صابع العشرة هقدم شمع، وبكرة هنقلب اي ظروف. مش عايزك تقلقي ابدا طول ما انا فيا الروح، ومعاكي هروح اخر المشوار، وفي وسط العتمة ووسط الضلمة انا باب مفتوح، وزواج الليل.
فيا الروح ومعاك هروح آخر المشوار وفي وسط العتمة وسط الضلمة أنا باب مفتوح وزواد الليل هقلبه لنهار مشاهدينا الكرام بنرحب بالشيخ عبد الله جهامه رئيس جمعيه مجاهدي سيناء. اهلا بك يا شيخ عبد الله وكل سنه وانت طيب. اهلا وسهلا كل سنه طيب بالصحه والسلامه وكل شعب مصر بطيب وصحه وسلامه وكل القوات المسلحه وهي في نشوه وفي عزه وكرامه والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحه بالصحه والعافيه ان شاء الله. شيخ عبد الله بعد مرور 50 سنه على انتصارات اكتوبر المجيده بتشوف ازاي سيناء النهارده؟ لا شك ان سيناء يعني عانت فترات طويله جدا من الحروب ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القوات المسلحة واحنا بنحتفل العام 50 لذكرى انتصارات اكتوبر ولسيتظل هذه الذكرى يذكرها ابناء مصر جيلا بعد جيل. حقيقة هذه نشوة القوات المسلحة ويمكن القوات المسلحة سطرت اروع البطولات بعد نكسة 1967 لقنت العدو درس لن ينساه في يوم في نفس هذا اليوم. حقيقة احنا الان حرب النسف والتدمير تقريبا انتهت من العالم والان في حرب التنمية والتعمير. الآن في العشر سنوات اللي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدنا إنجازات عديدة في سيناء. شوف إزاي عمليات التنمية شيخ عبد الله على أرض سيناء هذه الأيام. لا شك إن عندنا إحنا أبناء سيناء قناعة إنه عندنا قناعة إن في إرادة سياسية لتنمية سيناء تنمية حقيقية والدليل على ذلك إنهاء عزلة شمال سيناء بعمل إنفاق على قناة السويس. يمكن كنا إحنا بنقعد بالخمس ساعات حتى نعبر من الضفة الغربية أو الشرقية الآن في ربع ساعة بتكون عابر الضفة الشرقية أو الغربية. ثم نشوف الانجازات العظيمه اللي في سيناء، المدن اتعملت، الطرق اللي اتعملت، عملت اشياء عظيمه جدا في العشر سنوات، شفنا ايضا في سيناء ان في هناك ميناء العريش هيكون ميناء عالمي وربط ميناء العريش بميناء نويبع من خط سكه حديد. ايه للشباب الصغير يا شيخ عبد الله النهارده من اهالينا من شباب سيناء النهارده؟ اقول للشباب سيناء ولشباب جمهوريه مصر العربيه، حينما يا شباب نرى الحرائق حوالينا للاسف في الدول لابد ان نتمسك بقيادتنا ونتمسك بقواتنا المسلحه وشرطتنا لان الانفلات الامني حقيقه ان احنا تعبنا منه، تعبنا من فتره طويله جدا. الان الحمد لله بنعيش فتره ممتازه جدا وبنقول للشباب لابد الالتفاف حول القياده السياسيه وحول القوات المسلحه والشرطه لان احنا بننادي بالاستقرار الامني والاستقرار الامني ده طلب لكل كبير وصغير. ترتب عليه عمليات التنميه اللي مستمره في سيناء. ما هي التنميه في سيناء وحقيقه بنشهد من خلال الاعلام الكريم بنشهد التنميه في كل محافظات مصر. بتتمنى ايه لسيناء؟ يا عم شيخ عبد الله بعد 50 سنه من التحرير والانتصار بتمنى لابناء سيناء وشباب سيناء وابناء سيناء وجدود سيناء الذين هم جزء اساسي من نصر اكتوبر ان الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بالصحه والعافيه. الناس الابطال اللي شاركوا القوات المسلحه في دحر الارهاب بنقول للشباب تعلموا الولاء والانتماء من ابائكم ومن اجدادكم الذين ضحوا من اجل الوطن ومن اجل تراب سيناء غالي. وبحقيقه يا فندم ابناء سيناء ضحوا ضحيه كبيره جدا وكل محافظات جمهوريه مصر العربيه لها مصاب او شهيد على ارض سيناء. فان الاوان ان تعود التنميه الحقيقيه لسيناء في نقل ما يقلش عن 5 مليون 6 مليون الى سيناء ان شاء الله. شكرا مش عبد الله كل سنه وانت طيب. شكرا جزيلا. عدينا كلهم بصوا علينا وبقينا يضربوا الامثال بينا فعنينا مصر شلناها فعنينا ويدينا انتصرنا في ست ساعات طبعا عدينا كلهم بصوا علينا وبقينا يضربوا الامثال بينا فعنينا مصر شلناها فعنينا هي دي مصر اللي عمر ما حد يسم شعبها هم دول اولادها واللي تملي واقفين جنبها النهارده بكره بعده حتى بعد 100 سنه البلد دي ما بتقعش معاها دايما ربنا. هي دي مصر اللي عمر ما حد يسم شعبها هم دول ابطالها واللي تملي واقفين جنبها إن
من النهارده بكره بعده حتى بعد 100 سنه البلد دي ما بتوعش معانا دايما ربنا. حتى بعد 100 سنة البلد دي ما بتقعش معاها دايما ربنا. أنا مصري وقت شدة لحمي مر، لو تيجي يوم عليا أنت حر، دي بلدنا فيها حاجة فيها سر والانتصار ده عرض مستمر. أنا مصري وقت شدة لحمي مر، لو تيجي يوم عليا أنت حر، دي بلدنا فيها حاجة فيها سر والانتصار. هي دي مصر اللي عمر ما حد يهتم شعبها، هم دول اولادها واللي تملي واقفين جنبها. النهارده بكره بعده حتى بعد 100 سنه البلد دي ما بتقعش معاها دايما ربنا. طبعا